صارت برشا كوارث للأسف الشديد في بلادنا، سرقات، تنكيل بهذا الشعب، سرقة الخزينة متاع الدولة أيضا وما إلى ذلك، والشعب التونسي طالب بالمحاسبة. هي بدأت فعليا وتطبيقيا، ونلقاو اليوم ناس في السجون. مش دورنا باش نقولوا أجرموا أو يعني لم يجرموا، هذا دور القضاء ويأخذ مجراه. به فيما يخص الناس التي نكلت بنا كشعب تونسي، اليوم يقول لك احنا نحبوا الكشف بالاسماء. يا خويا اعطينا بالاسماء، شكون اي اسم ضر البلاد هذيا؟ شنو رايك؟ شنو بنتي، شنو ضر البلاد هذي؟ دي كلهم ضروا البلاد، شنو بالاسماء؟ بلاد تو سامحني، تو بنتي ما نحبكش تغش، تو انت تو قلتي تو بالاسماء، اخي ما يعرفوش الشعب التونسي بالاسماء شكون؟ معروفين معروفين واحد واحد واحد. اخي ما يعرفوش الشعب التونسي شنو اللي عملوا، شنو اللي نكلوا بالشعب التونسي، جوعونا فقرونا نهبوا الفلوس عبلوا كل شيء. راهو يلزم عباد تعرف يا ولدي. تو باش نبدا لك انا من الاخر يا ولدي، جاتنا هبات من برا، جاتنا هبات قد ميزانيه تونس ثلاث مرات، يمكن فما برشا عباد ما تعرفش قد ميزانيه تونس ثلاث مرات. وين الهبات يا ولدي؟ راهو وين مشات يا سيدي؟ زيدي ونرجعوا بالذكرى نتاعنا، لازم تذكرنا الذكرى نتاعنا. قيس عيد ربي يحميه يا ربي، وربي معاه ونحن معاه. قيس عيد عيط عيط محافظ البنك المركزي، عيط له قال له بربي جاتنا هبات من برا. قال لي وينه محافظ البنك؟ اش قال؟ قال له ما جا ما وصلنيش، ما جا حتى شيء. توا توا كان تجبدوا الفيديو توا تشوفوه، فهمت؟ قال له ما جانا حتى شيء، ما وصلنا حتى شيء. تي وين بالفلوس هذوما؟ شنو يتكلموا كذا؟ قد ما عملوا فينا، قد ما فقرونا، قد ما عملوا وا 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 وا، باقي يتكلموا ويشوفوا. راهو 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 الشعب راهو تعب، راهو 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 مدمرونا، راهو مفقرونا. باللي يخلي المواطن، خلي التوانسة تعرف راهو اللي عملوا فينا. اش بيك توا انا بون نحكي على روحي انا، انا واحد من الناس تو تنفست والله العظيم يا بنتي، ما غير مجامله ولا بغير كذا، انا توا تنفست. ها والشعب تونس كله تنفس. اش بيك راهو؟ راهو اش بيك راهو؟ راهو كان تونس راهو راهو كنا باش نمشوا في حرب اهليه. راهو راهو جيخدم وراهو جماعه راهو. ان شاء الله بلادنا ديما بخير ان شاء الله. يا ربي يا ربي الحمد لله يا ربي، اللي يا ربي سخر لنا قيس عيد راهو ما كناش نحلموا به راهو، الحمد لله يا ربي. نقول لك حاجه والله بنتي، ربي جاب لنا رئيس. شوف نحكي على مسؤوليتي ورايي انا، والله جاب لنا رئيس من احسن رئيس في العالم. انت بون تقول لي انت علاش؟ شنو علاش؟ شو وين كنا وين اصبحنا؟ شو شكون يوصل باش يسكر مجلس النواب؟ مجلس النواب اللي ردونا ضحكه في العالم، كنا ضربوا 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 مضروب ويخدموا لارواحهم وشدوا ما نحكيش شكون شدوا وا 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 وا، هذاك فهمتي ولا لا؟ تو ربي ياخذ لنا حقه منهم اللي اجرموا في حق تونس ونهبوا في حق تونس. بحول الله ربي ياخذ لنا حقنا. ساعات يقولوا شوف، ساعات يقولوا قيس عيد هاو شد فلان هاو شد يا ولادي، لازم يعرفوا راهو ماهوش قيس عيد اللي شد، راهو راهو فما ملفات وفما قضاء هو اللي شد. شنو الغنية اللبانه يعرفوا فيها هاو قيس عمل لك انا ما صبتش شتاء؟ تو قولوا وينو يا قيس؟ هاو شباس شتاء ما صبتش؟ يزيونا بربي من بولوميك قالوها، يزيونا قالوها انصار حزب حركه النهضه وقت اللي محتاجين قدام المسرح البلدي وايامات وقت ما صبتش عنا مطر وعنا جفاف. أيوة. بدايه جفاف قالوا المطر ما صبتش لانه قيس سعيد رئيس. هاو شنو والله تكلفت هذيا بالملتقى نفسي ويوريك يوريك شو العبيد وين ماشي وين وين مخاخه وين ماشيين. اسمع توا اسمع، الحمد لله توا شو نقول؟ نقول انا كلمه سيد الرئيس قيس عيد، نقول لك حاجه بنتي، انا حكيت مع قيس عيد راه هو يعرفني، هاو نوم تحب نوريك نوم هاو التليفون هنا في البورتا في البورتابل نتاعي. نقول لك حاجه قيس عيد، احنا ما اعطيناه الامانه ها بحول الله، هو بدا يوصل فيها 90%، ونقولوا له سي قيس واصل راهو احنا معاك، فهمتي؟ راهو الشعب معاك، راك انت
انت فرحتنا، انت فرحتنا وفرحت الشعب وفرحت التوانسه. نقول لك زاد شنو اي وفرح حتى الدول العربيه، حتى برشا الدول العربيه فهمتني ولا قبل ماهمش فاهمين قيس توا. ها نقول لك ان انت حاجه معلومه ما عندكش، توا كلهم رؤساء نتاع العرب والاجانب كلهم قالوا له ايه برافو سي قيس، يعطيه صحة سي قيس، قاعد ماشي في اتجاه صحيح وماشي في السكة الصحيحة. ونقول كلمة الأخيرة بنتي، ونقول ربي يشوف، ربي ينصرنا وربي ينصر شعبنا وربي ينصر تونس، إن شاء الله ربي ينصر قيس بحول الله من هنا لقدام. والله يا بنتي، بالله يا بنتي ما نحبكش تقص، والله يا بنتي تونس هذية ها ما تولي من احسن الدول العربيه، تونس ما تولي من احسن الدول الافريقيه، تونس ما تولي من احسن الدول الاجنبيه. انت تقول لي كيفاش؟ هاو كيفاش؟ الحمد لله سراق وكلوبيات اللي قاعدين تنابروا على الدوله ها قاعدين، هذوكم قضاء عليهم، هذوكم هما ها اللي قاعدين يشو في السمعه نتاعنا البرة، قاعدين هذوكم بحول الله قضاء عليهم. ها ونقول له سي قيس واصل، رانا احنا معاك، راهو شعب معاك يا سي قيس، يا سي قيس راهو شعب معاك، راهو انا بالله العظيم والله العظيم ها لو كنت نسخايل تو قداش جينا من الرئيس، لو كنت نسخايل اللي ربي باش يسخر لنا رئيس اللي باش يجينا اللي ينقذ تونس، راهو انقذنا يا بنتي، راهو عبيد تخدم في دولة تحت دولة، راهو شبيه العبيد هما مش فاهمين، راهو ها تي راهو شبيك، راهو شبيك نقذ الشعب ونقذك انت ونقذ انا والاخ وكلنا نقذنا، راهو كنا رانا ماشيين في هاوية، راهو يلزم لعبة. نقول لك حاجة ما غير العبيد، اسمع العبيد كل تعرف تو التوانسة كلهم يعرفوا شنو قيس شنو اللي عمل في تونس، شنو الانجاز الكبير اللي عمله في تونس. والله العظيم كان انا قعدت انا حي ها كان ربي ما هزش نتاعو، والله العظيم هذايا اللي اكبر انجاز اللي عمله رئيس دوله في تونس، واكبر شو قد لنا تاريخ، راهو تاريخ ما يسمحش، راهو التاريخ بنتي، راهو تاريخ يا ولادي، راهو ما يسمحش باش يجي نهار توا ولادنا اللي ما خلطوش على سي قيس وربي يحميه تو يعرفوا التاريخ ويعرفوا تونس ويعرفوا سي قيس هاي شنو عمل في تونس.